بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية خامس ابتدائي. نشوف إن شاء الله موضوع جديد يتعلق الأمر بقصة تتعلق بتوماس، شخصية يعني غير ثابت في القرارات التي يأخذ بطبيعة الحال، وكما سنرى كما أنه إنسان يرتجل في أعماله وغير منضبط فيها. إذا عندنا هنا ماري جين، هذه ماري جين يعني اسم امرأة أو بنت يعني، ولكن هناك اسم في اللغة الفرنسية يشبه هذا الاسم هذا تماما. إذا هذا الاسم اللي هو اسم شيء يطلق على نوع من المخدرات يسمى الماريخوانا، يكتب بنفس الطريقة ماري جين. اللي تهمنا هو أن هنا الاسم بطبيعة الحال لا يتعلق بهذا، وإنما يتعلق باسم امرأة. إذا هذه السيدة أو هذه البنت عندما عاد توماس سألته وقالت له أونفا تو فوالا، يعني وفي الأخير ها أنت، يعني تقول له بطريقة غير مباشرة يعني بأنك تأخرت كثيرا. يعني فيما كان هذا التأخر؟ أونفا تو فوالا، أونفا تو فوالا يعني في الأخير ها أنت، وفي النهاية ها أنت. إذا بوركوا روفيان تو سي تار دو مارشي، يعني أنت لماذا عدت متأخرا من السوق؟ Pourquoi reviens-tu si tard du marché؟ يعني لماذا أنت عدت متأخرا من السوق؟ توماس سيجيب Voici ce qui m'est arrivé، ها هو ماذا وقع لي، ها هو ماذا حصل لي. عندنا الفيرب arrivé هي وصل، هنا reviens الفيرب revenir يعني عاد، هنا الفيرب arrivé أنك تصل لمكان ما، ولكن يأتي أحيانا ليدل على معنى حصل، ولكن عندما يأتي بالمعنى التالي كما نرى هنا voici ce qui m'est arrivé. إذا أردنا أن نترجم، إذا أردنا أن نترجم هذه الجملة فإننا سنقول ها هو ماذا وصل لي، ما هو وصل لي، إن أخذنا هذا الفعل arrivé بمعنى وصل. في هذه الحالة وصل لي تكون بمعنى حصل لي. أما مثلا في المثال الثاني في الجملة الثانية نقول جاغيف يعني أنني وصلت، أنا الذي وصلت. أما عندما أتكلم عن شيء معي أنا حصل وصل عندي، فهذا يأتي بمعنى حصل لي. مثلا فواسي سو كي ميت أريفي يعني ماذا حصل لي وليس ماذا وصل لي. إذا فواسي سو كي ميت أريفي هنا بطبيعة الحال تنتكلم على وكأننا نتكلم عن شيء في الغائب. voici ce qui يعني ها هو ماذا حصل لي، هو حصل لي يعني حصل لي هو، كأنني أتكلم عن مشكل أو كأنني أتكلم عن واقع حصل لي أو أمرين وحصل لي بطبيعة الحال. ودائما في هذه الحالات أتكلم عن غائب. فمثلا إذا أردت أن أتكلم عنك أنت فإنني سوف أقول voici ce qui t'est arrivé، يعني أنني يعني ديما غتبقى هاد أي voici ce qui nous est arrivé، يعني ها هو ماذا حصل لنا، ها هو ماذا حصل لنا، voici ce qui nous est arrivé. إذا يعني تبقى الأمر وكأننا نتكلم عن شيء في الغائب، حصل لي، حصل لك، حصل له إلى آخره. j'arrive chez le boulanger، j'arrive chez le boulanger يعني وصلت عند الخباز. j'arrive c'est le verbe arriver chez le boulanger يعني عند الخباز. je lui dis قلت له bonjour je voudrais trois côtes d'agneau، يعني قلت له bonjour يعني قلت له يوم سعيد. je voudrais هنا الفيرب vouloir ماشي في الفيتير ولكن في الكونديسيونال بريزون، وتنعرفوا بأن الكونديسيونال بريزون من بين الأهداف ديالو ملي تنصرفوا فيه شي فعل أننا داك الفعل تنديرو في تن إكسبريميو به تن بوغ إكسبريمي لا بوليتيس، يعني تنديرو باش نعبرو على لا بوليتيس يعني على الإحترام. إذا هو ملي قال جو فودغي فهو لم يقل له أريد، لو فيرب فولوار تنعرفو هو فعل أراد، أنا أريد. هاد مسألة أنا أريد يعني وكأن فيها شيء من الشدة، إذن هو يقول له من فضلك أريد. عندما تصرف فعل
لو فيرب ايمي او لو فيرب فولوار او اي فيرب اخر فالكونديسيونيل بريزون فهو بطريقه غير مباشره كانه يقول له سيل فو بلي، كانه يقول له من فضلك. اذا بونجور جو فودغي يعني انا اريد من فضلك، تخوا كوت. طبعا الحال كوت تنعرفوا عنده معاني اخرى، وعنده معنى ديال الشاطئ، وعنده معنى اخر هنا هو الجزء البارز من الشيء، او الجزء الساطع من الشيء. الجزء الساطع يعني عندك مثلا واحد الحاجه قدامك، الحاجه الزوينه منها تتسمى كوت. بحال دابا هو بغى ياخذ اللحم ديال الخروف، اذا جو فودغي تخوا كوت دانو، اذا ما واش غادي ياخذ مثلا الراس او الرجلين ولا شي حاجه، ياخذ تخوا كوت يعني ثلاثه الاجزاء مما هو جميل من هذا الخروف. انجيغو ثم فاخذ خروف طبيعه الحال، انجيغو ان مورسو دو بوف يعني هو وقطعه ثور. اذا هو ذهب عند الخباز وطلب منه هذه الاشياء. طبيعة الحال هل سيقبل الخباز؟ هل سيجد هذه الاشياء عند الخباز؟ اذا لو بولونجي ماذا سيقول له؟ فو ترومبي يعني انت اخطات. لو فيرب ترومبي انك تخطئ شخصا، انك تغش شخصا، انك تخدع شخصا، انك تخدع شخصا، هذا هو الفيرب ترومبي. مثلا اذا قلت فو ترومبي يعني انك خدعت. اذا فو ترومبي كيلكا، او مثلا فو ترومبي احمد يعني انك خدعت احمد. ولكن هنا ما عندناش فو ترومبي، عندنا فو ترومبي، ما عندناش لو فيرب ترومبي، عندنا لو فيرب سو ترومبي. يعني ان الفعل برونومينال والفيرب برونومينال طبيعة الحال كما تنعرفوا بانه يصدر من الفاعل ويقع الفاعل، يعني كانه هو الذي اخطأ نفسه، كانه هو الذي غش نفسه، كانه هو الذي خادع نفسه. اذا هو تترجم بهذا المعنى. ولكن في اللغة الفرنسية طبيعة الحال هو الكثير من الاشخاص سو ترومب، ولكن ماشي المعنى انهم تيخدعوا نفوسهم، ولكن تيخطئوا. اذا ولكن تؤخذ بهذا الكلام، اذا ترجمناها وكاننا نقول له انت خدعت نفسك، يعني انت الذي خدعت، ومن خدعت نفسك. اذا غنستعملوا فيرب برونومينال. اذا فو ترومبي مسيو يعني انت اخطات يا سيدي. لا فيوند نو ساشيت با شي لو بولونجي يعني ان اللحم لا يشترى. حنا لو فيرب عندنا ساشتي، عندنا لو فيرب ساشتي، ما عندناش لو فيرب اشتي. مثلا ممكن كان لو بولونجي يقول لتوماس لي جون ناشيت با لا فيوند شي لو بولونجي، شي لو بولونجي يعني من عند الخباز، يعني ان الناس لا يشترون ناشيت با. غنستعملو الفيرب اشتي، علاش؟ لان الناس يشترون شيئا اخر، يعني ليس الناس يشترون انفسهم. وهنا عندنا كأن اللحم هو الذي يشترى، وكأنه يؤخذ بهذا المعنى يشترى. هو في الحقيقة بلغتنا أنه مبني للمجهول، طبيعة الحال أنه يشترى من أشخاص، ولكن هنا لم نذكر يعني الفاعل، وكأنه قد يشترى لنفسه إن صح التعبير. إذا تنستعملوا الفيرب ساشتي. إذا لا فيوند نو ساشيت با يعني أن اللحم لا يشترى. لا فيوند نو ساشيت با شي لو بولونجي، ان اللحم لا يشترى من عندي الخباز او بائع الخبز او صانع الخبز يسمى بولونجي. ميشي لو بوشي، ميشي لو بوشي ولكن من عند الجزار. ميشي لو بوشي يعني من عند الجزار. سي او بو دو لاغي، سي او بو دو لاغي يعني في نهايه الطريق. اذا قال له لا فيوند نو ساشيت با شي لو بولونجي، ميشي لو بوشي يعني من عند الجزار. سي او بو دو لاغي يعني في نهاية الطريق، إنه في نهاية الطريق، هذا الجزار في نهاية الطريق. إذا بطبيعة الحال توماس سيذهب عند الجزار. توماس بونجور مسيو بوشي يعني يوم سعيد السيد بوشي يعني الجزار. بويس افوار ان كيلو دو سكر، بويس جاء هنا، هاد بويس يعني الأصل ديالها هي بو. إلا قلبنا في البريزون نقولو جو بو، جو بو يعني E I X، E I X يعني جو بو يعني استطيع اقدر.
أو يمكنني. إذا الفيرب بوفوار، لكن مع جو تحول هاد بو إلى هاد الصيغة، تنطق بهذه الطريقة: بيس أفوار أن كيلو دو سكر، يعني هل أستطيع أن يكون لي أفوار أن كيلو دو سكر، يعني كيلو من السكر، 3 غرام دو سيل اي دي زيبيس، 3 غرام يعني 3 غرامات من الملح، اي دي زيبيس يعني العطرية التوابل، يعني 3 سيل 3 غرام دو سيل اي دي زيبيس ومن التوابل. طبعا الحال لوبوشي هل سيعطي هذه المسائل؟ بطبيعه الحال الجزار لا يبيع هذه الامور، توت سي دونغي، توت سي دونغي يعني كل هذه المواد، لي دونغي هما المواد التي تستهلك، المواد الغذائيه، توت سي دونغي يعني كل هذه المواد الغذائيه، سو تخوف توجد، لو فيرب تخوفي، ولكن هنا سو تخوف وكأن توجد نفسها، شوف هنا لو فيرب سو تخوفي ماشي لو فيرب تخوفي، هنا فيرب برونومينال، اذا سو تخوفي، اذا هنا لو فيرب سو تخوفي، إذا سو تخوف توت سي دونغي سو تخوف شي لي بيسي عند البقال. هنا قلنا لي زي بيس يعني العطرية، لي بيسي يعني العطار، وأيضا البقال لأنه يبيع هذه الأشياء أيضا. إذا لذلك نطلق على العطار وعلى البقال لي بيسي، علاش تجي من هذه الكلمات لي بيس اللي هي التوابل أو كما تنقول احنا في اللغة المغربية العطرية. إذن طبيعة الحال الجزار كما قلنا قال لو بأن هذه المسائل كلها، هذه المواد الغذائية تشترى من عند لي بيسي وليس من عند الجزار. إذن توماس بونجور مسيو لي بيسي، إذن بونجور مسيو لي بيسي يعني يوم سعيد سيد لي بيسي يعني البقال أو العطار. افي فو دي كاشي داسبيرين، لي كاشي اول حاجه كاشي تنعنيو بها ذلك الطومبول تنقولو حنا الطومبو او الختم الذي نختم به الاوراق الرسميه بطبيعه الحال الوثائق، اذا يسمى كاشي. ايضا هاد كاشي تطلق على تلك الاكياس الصغيره التي تكون بها ادويه، اكياس صغيره تكون بها ادويه مسحوقه، مسحوق ادويه مثلا في حالتنا احنا المغرب مثلا اسبيجيك مثلا، يعني هذه تسمى كاشي. ايضا تطلق على تلك الاقراص الصغيره مثلا اقراص الاسبيرين. اذا بونجور مسيو لي بيسي، افي فو دي كاشي داسبيرين، هل عندك اقراص الاسبيرين؟ اذا هنا كان يظن نفسه بانه عند لي بيسي، لكن سيفاجئه الفارماسيان، لو فارماسيان وي جوني يعني نعم عندي، هي عندي. هذه اون للإشارة تعوض الجمل التي قيلت في جملة سابقة ولم نريد إعادتها ونريد تفادي إعادتها. إذا لأننا إذا قلنا جملة ثم ذكرناها باسمها ثم ذكرناها باسمها فهنا يقع الملل، لذلك نعوضها بضمير. الضمير الذي يعوض الجملة مثلا هنا افيفو دي كاشي داسبيرين، هل عندك ماذا؟ دي كاشي يعني اقراص الاسبيرين. اذا ماذا سيقول الفارماسيان؟ نعم عندي الاقراص الاسبيرين، سيقول نعم عندي، والمفهوم ماذا عنده؟ هو يعرف طبيعة الحال، توماس سيعرف ماذا عنده، هو سأل عن الاسبيرين، وبالتالي هي عندي بطبيعة الحال يتكلم الفارماسي عن أقراص الأسبيرين. إذن في الفرنسية هذه الجمل التي تبدأ بدي كاشي داسبيرين تبدأ بدو أو دي أو بأرقام، نعوضها بحرف أو بضمير أون، نعوضها بأون. مثلا كان ممكن أن توماس يطرح السؤال كالتالي: بونجور مسيو لي بيسيي، أفي فو تخوا كاشي، افي فو تخوا كاشي داسبيرين، هل عندك 3 اقراص من الاسبيرين؟ بطبيعه الحال الفارماسي سيجيب بنفس الطريقه: وي جوني، علاش؟ لان استعمل ارقام، ولكن هنا عندنا دي، افي فو دي
أي حاجة بدي بها الدي بطبيعة الحال فالإشارة إليها بضمير يكون الضمير هو أون. بطبيعة الحال ما غنعوضوهاش بلي ما غنعوضوهاش بلو أو بلي، مثلا وي جولي جوليزي أو جولي إذا كنا نتكلم عن مفرد، لا نعوضها بأون. علاش؟ لأن الجملة أو هاد ديكاش لاسبيرين هي التي نريد أن نعوضها، لا نريد أن نعيدها في الكلام. وبالتالي هذه الجملة مبدوءة بدو أو بأرقام كما قلنا في حالة أخرى، وبالتالي سنعوضها بهاد أون. إذا توماس فو مسيغ بخوني فغيمون، فو مسيغ بخوني فغيمون يعني أنت فاجأتني حقيقة، لأنه كان يظن كباقي الدكاكين التي مر عليها بأنه سيقول له بأن هذه الأسبيرين توجد عند الفارماسيا بطبيعة الحال إلى آخره، لكنه فوجئ بطبيعة الحال هنا. فو مسيغ بخوني فغيمون سولا ميطون، يعني هذا فاجأني، هذا يفاجئني، يعني هذا الجواب. لو فارماسيان سي تو تافي نورمال، يعني لو فارماسيان ماذا قال له؟ سي تو تافي نورمال، إنه أمر جد عادي. تو تافي جد نورمال عادي. جو نو سوي با إيبيسي، أنا لست إيبيسي، أنا لست عطار أو بقال. جو سوي فارماسيان، جو سوي فارماسي يعني أنا صيدلي. وبالتالي توماس كان عليه أن يأخذ ليكاشي داسبيرين ويعود في حالته. لذلك كان توماس قد تأخر، لأنه لو أخطأ في المرة الأخيرة ربما كان سيبحث عن دكان آخر وربما تاه أكثر من ذلك. لكن من حسن الأقدار أنه التقى حقيقة الفارماسيا ولم يلتقي لي بي سي الذي كان يظن بأنه سيجده في أول وهلة ويلقي عليه بطبيعة الحال الأسئلة. إذا بعد الأسئلة المتعلقة بالنص كومبريونسيون، يعني الفهم، تجي من الفعل كومبخوندر، كومبريونسيون تجي من الفعل كومبخوندر يعني فاهمة، كومبخوندر أو تضمن، تضمن أيضا تجيب هذا المعنى. كودوا أشتي توماس أو مارشي، ماذا كان على توماس أن يشتري من السوق؟ كودوا أشتي توماس أو مارشي، كودوا أشتي توماس أو مارشي يعني ماذا كان على توماس أن يشتري من السوق؟ إذا توماس دو أشتي دي كاشي داسبيرين. دون كيل بوتيك سورون تيل، يعني في أي محلات، في أي حوانيت، يعني هو مر. لو فيرب سوغوندغ يعني أن الإنسان يمر أو يزور مكانا ما. إذا ولكن لو فيرب غوندغ ماشي برونومينال، هي أن تعيد، يعني إعادة، أنك تعيد شيئا لصاحبه أو لأي شخص. مثلا غوندغ لو ستيلو كيلكا، أنك تعيد هذا القلم لشخص معين. إذا هنا عندنا الفيرب سوغوندغ. إذا دون كيل بوتيك سوغونتيل، يعني لأي محلات يعني زارها توماس. طبيعة الحال نحن رأينا بأن توماس سيغوندي دون لا بوتيك دي بولونجي، أونسويت إي سيغوندي دون لا بوتيك دو بوشي، أبخي أونفا إي سيغوندي دون لا فارماسي، أنه في الأخير، يعني أنه في الأخير زار الصيدلية. في تيل لي كورس كوم إلفو، في تيل لي كورس كوم إلفو، يعني هل هو قام بعملية الشراء والتبضع كوم إلفو، يعني كما يجب. هاد لي كورس بطبيعة الحال تنشوفوها أيضا بمعنى سباق أو سباقات، في الحالة ديال الجمع تجي من فعل كوغيغ يعني جرى. لكن لي كورس كما تنشوفونا عند معنى آخر، يعني معنى ديال التبضع وشراء البضائع. إذا فيتيل، هل هو سيلفر فيغ؟ فيتيل الفي يعني هو يقوم أو يعمل أو يفعل. إذا فيتيل لي كورس، يعني هل هو قام بعملية التبضع، هل هو قام بعملية التبضع كوم الفو يعني كما يجب، سيلفر فالوار يعني وجب، كوم الفو يعني كما يجب. بيان سور كيل نا با في لي كورس كوم الفو، يعني هو لم يقم بأعمال التبضع كما يجب، لأنه تاه عن الطريق وبدأ يطرح أسئلة في غير محلها. أكيد دومون تيل
دو لاسبيرين، يعني من عندي من طلب حبه الاسبيرين. بيان سور كي لا دوموندي اوبري دو لا فارماسي، من عند الصيدليه او من عند الصيدلي. تي دو فير بلوزيور كورس اون فيل او سوق. كومون تورغانيزتي؟ انت عليك ان تقوم بعمليه بعده شراءات. تي دو فير بلوزيور كورس اون فيل، يعني في المدينه، او سوق او في السوق. كومون تورغانيزتي؟ يعني كيف تنظم نفسك. هنا الفيرب سورغانيزي، هذاك الشيء قلنا كومون تورغانيز تي، يعني كيف تنظم نفسك. اما فعل اورغانيزي يعني انك تنظم شيئا اخر. الفيرب اورغانيزي اللي ما هوش فيرب برونومينال، المقصود به ان الفاعل يقوم بتنظيم شيء اخر. تي دو فير بليزيور كورس اون فيل او سوك. كومون تورغانيز تي يعني كيف تنظم نفسك. بطبيعه الحال تبقى كل واحد الطريقه ديالو. بطبيعه الحال هناك لو شوا دي طون، ممكن انك تختار الوقت، هل تذهب صباحا هل مساء، هذه تدخل في التنظيم، يعني اي سوق انت ستذهب له. اي افون تو سا تي دو دابور شوازير لي مارشانديز او لي برودوي او لي زاشا دو بروميير نيسيسيتي اون افون، يعني ابري تي بو شوازير لي زوتر اشا، يعني انك ستشتري لي زاشا يعني المشتريات دو بروميير نيسيسيتي ديال الضروريات هما الاولين، ماشي تمشي للحاجه الثانويه وتخلي. اذا هناك طرق في تنظيم طريقه الشراء. هاد المساله ديال التنظيم يعني تتبقى فيها الكثير من الخيارات. اسكو تو فا كومونسي باغ لاشا دي ليغوم، اسكو تو فا كومونسي باغ لاشا دي فروي، او تو دابور تو فا كومونسي باغ لاشا دو لا فيوند يعني شراء اللحم، اسكو تو فا كومونسي باغ الي شي لي بيسي انك غتمشي لعند العطار او البقال. بيان سور اون بو بارلي دوتر مود داشا، نقدروا نتكلموا على واحد النوع اخر من الشراءات. اون بو بارلي دان نوتر مود داشا كون بو افيكتوي كون بو le pratiquer si vous voulez, c'est l'achat groupé. C'est l'achat groupé, c'est-à-dire qu'on peut aller dans un groupe de personnes, yani on peut aller voir une majmoua de l'achat au souk pour négocier bien sûr le prix ensemble, yani les kay nounaqish li munaqashat al-athmina bitabi'at al-hal, yani bishakl jama'i. Hada titsamma l'achat groupé, yani huwa shira' jama'i, achat groupé. يعني تتبقى بزاف ديال، تتبقى الكثير من الطرق والكثير من الخيارات بيان سور بور شاك اشا بور شاك انديفيدي بيان سور. اي سا ديبون دي نيسيسيتي بيان سور، اي سا ديبون بيان سور دي مارشانديز كون بو تروفي او سوك، اي سا ديبون انفا دي بلان دي سوك، يعني على حساب شكل السوق بطبيعه الحال. اذا في النهايه تبقى كل واحد والخيار والخيارات التي امامه. اذا هذا فيما يخص هذا الموضوع، وإلى اللقاء.